بسم الله الرحمن الرحيم. زملائي وإخواني العاملين والمهتمين بمجال الصحة النفسية، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. معاكم علي إسماعيل عبد الرحمن، أستاذ مساعد الطب النفسي والأعصاب بطب الأزهر، استشاري للطب النفسي بمستشفى عمليات الخدج المشتركة بالسعودية من 2011 وحتى الآن، ومدير لوحدة التعليم الطبي المستمر بها، استشاري للتدريب والتنمية البشرية من 2000 وحتى الآن. بمارس الطب النفسي تقريبا من سنة 1998، سواء في مجال المجال العملي أو في مجال التدريس، حيث أني أدرس بكلية طب جامعة الأزهر مدارس التمريض التابعة لكلية الطب. درست بجامعة عين شمس سواء لي الأندر جرادويت أو لدبلومة وماجستير والدكتوراه في آداب عين شمس قسم علم النفس. درست في كلية الدراسات الإنسانية في القاهرة وفي تفاهنا الأشراف. اشتغلت مع العديد من الهيئات الدولية سواء الموجودة في مصر أو في خارج مصر، زي اليونيسيف، زي منظمة الصحة العالمية، زي هيئة تطوير التعليم، زي سيدبا، زي الإغاثة الإسلامية. سافرت لبعض الدول العربية زي البحرين، الكويت، اليمن، ليبيا، وعملت في بعض المستشفيات فيها أو مع بعض الهيئات في مجال التنمية البشرية. ليا بعض المؤلفات المتخصصة في مجال الطب النفسي أو بعض المؤلفات اللي لها علاقة بالطب النفسي. ليا بعض الأدلة التدريبية في مجالات التنمية البشرية موجودة على الإنترنت. من خلال الممارسة الطبية ومن خلال التدريس لمست إنه الحس الكلينيكي والحس العملي مفتقد لدى العديد من العاملين بمجال الصحة النفسية، سواء كانوا أطباء أو كانوا من الأخصائيين النفسيين والاجتماعيين. ربما يرجع هذا إلى إنه الجزء العملي اللي بيدرس في الكليات بيبقى للأسف قليل. عشان كده قررت ان شاء الله ان انا اشارك مع حضراتكم بثلاث مواد لها علاقة بمجال الصحة النفسية، اللي هو مادة الطب النفسي، مادة سايكوفارماكولوجيا او علم النفس الدوائي، ومادة فسيولوجيا النفس. النهاردة هدي مقدمة او رؤية عامة للمادة الاساسية اللي هنبدأها ان شاء الله في منتصف يونيو القادم باذن الله، وهي مادة الطب النفسي. عادة أنا بحب دايما لما ببدأ أدرس أي مادة إن أنا أعمل نوع من أنواع السرد التاريخي للمادة ونشأة هذا العلم وإزاي تطور حتى وصل إلى وضعنا الحالي، وبالتالي غالبا هنعمل مقدمة بتغطي هذا الجانب. بعد كده هنتكلم على حاجتين مهمين جدا. الحاجة الأولانية، إزاي أقدر شخص مريض دخل عندي العيادة أو قابلته في مدرسة أو قابلته في الشارع في خلال فترة زمنية وجيزة دي جدا لا تتعدى 5 دقايق، ازاي اعمل تشخيص مبدئي وازاي اعمل تشخيص نهائي من خلال معرفة فنيات المقابلة النفسية بتفاصيلها. المهتمين او العاملين بمجال الصحة النفسية هيبقى عندنا حاجة مهمة جدا، ان هو كيفية وضع استراتيجية للعلاج النفسي في كل الامراض تقريبا، استراتيجية عامة هنتكلم عليها، وبعد كده في كل مرض ممكن نتكلم على بعض الجوانب اللي تهم هذا المرض. بعد كده هنتكلم على السايكوباثولوجي الخاص بالاضطرابات او اضطرابات الوظائف النفسية. احنا عارفين ان في وظائف نفسية بسيطة، في وظائف نفسية مركبة، هما حوالي 12 وظيفة، كل وظيفة بيحصل فيها خلل وبالتالي تؤدي الى حدوث مرض من الامراض، وبالتالي هنتحدث عن هذا. ثم بعد كده هننتقل الى التحدث عن الاضطرابات النفسية عامة. احنا عارفين كلنا الاضطرابات النفسية مقسمة إلى اضطرابات نفسية وجدانية، اضطرابات نفسية عقلية، اضطرابات نفسية معرفية، واضطرابات شخصية. كل جانب من هذه الجوانب سنسرد فيه تفاصيل التفاصيل، ولكن بطريقة بسيطة وعلمية وطريقة سهلة إن شاء الله. المادة بتاعتنا موجهة لكل المهتمين أو العاملين بمجال الصحة النفسية، سواء كانوا أطباء، سواء كانوا أخصائيين نفسيين أو اجتماعيين، سواء كانوا عوام ومهتمين بهذه المادة.
الهدف او المخرج النهائي للمادة بتاعتنا ان احنا يبقى عندنا اخصائي او طبيب قادر على التشخيص، قادر على وضع خطة علاجية، قادر على فهم عميق للعوامل النفسية المسببة للمرض النفسي، وقادر ايضا على التعامل مع المدارس العلاجية النفسية المختلفة. زي ما قلت لحضراتكم احنا هنبدأ ان شاء الله المادة بتاعتنا في منتصف شهر يونيو القادم، غالبا